افتتحت جمعية الهلال الأحمر القطري قرية التراحم السكنية لإيواء النازحين والمهاجرين في مدينة جرابلس بريف حلب شمال غربي سوريا. والقرية مزودة ببنية تحتية كاملة من شبكة مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وحدائق بهدف توفير ظروف المعيشة الكريمة لصالح العوائل الأكثر تضرراً من الأرامل والأيتام المقيمين في المخيمات. طبعا مشروع تراحم قرية تراحم هي واحدة من المشاريع الكبيرة حقيقة اللي عندنا اللي يقوم فيها الهلال الأحمر القطري خاصة بالإيواء. استراتيجية الإيواء عندنا بدأت من فترة كبيرة، شفنا أن موضوع الخيام مش كثير يعني مفيد ومجدي، فانتقلنا لمشروع المشاريع الإيواء السكنية أو تكون سكن دائم مستقر يعني يحس فيه اللاجئ أو النازح أنه مرتاح في 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 منطقة أو في سكن مناسب بالنسبة له. هذا مشروع، عندنا مشاريع أخرى الحمد لله أيضا راح يتم افتتاحها خلال السنة هذه، إن شاء الله بإذن الله راح يستفيد منها 1500 أسرة خلال الفترة القادمة هذه. المشروع هذا كان فكرته عمل طوب من الطين، كانت هذه فكرة مبتكرة وكان الهدف منها اللي هو تكون المساكن خضراء يعني مناسبة للبيئة، وبنفس الوقت أيضا شغلنا فيها عدد كبير من العاملين، وفرنا فرص عمل كبيرة في هذا المشروع وفي غيره، تقريبا 2500 فرصة عمل استفادوا منها الأخوة السوريين في مختلف القرى اللي راح إن شاء الله بإذن الله ننتهي منها خلال هذا العام. أنا أحد مهاجري مدينة حلب من 2013، وبهالأوضاع وبهالحرب هذا انتقلنا من بلد لبلد، آخر صفينا بجرابلس بالمخيمة، صرنا بال 2017، وهلا الهلال الاحمر القطري بنى لنا هالقريه التراحم، الله يجزيكم جزيل الخير. يعني اهم شيء انه خلصنا من الخيم، لا بتقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، وحتى يعني معاناه لا توصف، ان كان لنا ولا لاطفالنا ولا لنسائنا، معاناه لا حول ولا قوه الا بالله. وهلا ان شاء الله هالقريه ان شاء الله اللي بنونا اياها ان شاء الله بنرتاح فيها ويكون وضعنا أحسن إن شاء الله. روى طفل سوري من مخيمات النزوح في الشمال السوري في مقطع فيديو بثته قطر الخيرية عبر حسابها على تويتر، روى تفاصيل المعاناة التي يعيشها وأسرته التي تواجه ظروفا معيشية بالغة الصعوبة في ظل طقس بارد لا يرحم. المتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي عابر. أنا عابر، هنا هاي خيمتي، هاي هي الخيمة، هنا عايشين إحنا أربع أخوة معايا وأب وأم الحمد لله، وعايشين هنا بستر الله. هاي أختي رحيم، عاشت هنا بالمخيم، لا تعرف لا بيتنا ولا مسكننا ولا جريتنا تعرف، حتى بي عندي أخ برا سوريا ما تعرفه خالص ولا تعرف شكله. هنا بننام وهنا بنقعد، وهنيك المطبخ، هذاك المطبخ، هنا الحمام والغسل ونسوي الأكل، هون هذا هو المطبخ. بالنسبة للطبخ هنا نطبخ احنا، هنا احيانا يعني نطبخ احيانا لا، احيانا تمطر الدنيا عاد تبلل الحطب والكرتون وتطفي النار، واحيانا يعني ما نطبخ لانه ما يكون عندنا الاكل، وهنا نسخن مي ونستحمى بي. هذول مثل ما تشوفون هذول زاد مهاجرين مثل حجايتنا، هنا مثل ما تشوفون الشمس بسطو وما الجو طاو والبرد موت. أصعب موقف معانا صار ذيك السنة لما ثلجت، عاد ما بي لا تطفي أولا شيء، في عدنا البطانية وهكذا رساترنا ما في هذا النشي، عاد بردنا ومرضنا. هذا أصعب موقف صار معاي، والسنة هاي صارت تمطر بغزارة، يعني ما نقدر نروح لا على مدرسة لا نقدر نطلع لا خالص. مثل ما قلت لكم إني أنا صف سادس ومدرستي عبارة عن كرفانة، كل يوم نجي احنا اني وربعي هنا ندرس، وانا الحمد لله شاطر بالمدرسة والحمد لله قاعد ادرس واتعلم وادرس كتير واتعب على حالي كتير، وشان بكرة ان شاء الله بالمستقبل اكون دكتورة.